بس في كمان في الخلف 4 أرقام. هذه 4 أرقام رقم تلفون، آخر 4 أرقام من رقم تلفوني. ما علاقة هذه الأرقام بالنقل الذكي ومهمة اليوم؟ ما علاقة هذا المكان بالنقل الذكي؟ أوه، في سيارة جاية، لكن هذه السيارة عجيبة شكلها. في شخص مبتسم فوق. الشخص بجانب السواق، لكن سواق ما فيش. وفي كثير كاميرات، ليش هكذا؟ ما السيارة؟ ما علاقة هذه السيارة بالمهمة الأولى؟ كيف افتح الباب؟ هاي نيهو، هاي شيف نيهو. وانا شان شو ما؟ كويس، ننشي على خو باي بيمو شو شو دي هاو خو سوي دي كويس. نتيجة بيمو ما؟ الآن عرفت إيش علاقة هذه الأرقام بالمهمة. في هنا شاشة ندخل فيها آخر 4 أرقام، هذه كتبه لي في هذا الكرت. ممكن يفتتح السيارة. ومن أجل أن نصطحبكم معنا في تجربة وتكون واقعية أكثر، بيكون معي هذا الكاميرا ترافقني في هذا التجربة. هيا بنا. 中国您好，请您系安全带。我是本车的安全员，主要负责车辆的安全以及咱们人身的安全。请您点击开始行车按钮，咱们就可以进入自动驾驶状态了。这个 屏幕 吗？ 好嘞。 عاد انا طبعا خايف شويه انه سكان اول مره اشوف سكان يمشي من نفسه، يعني هكذا يلف ويرجع من نفسه. واو، هذا الشاشه بيوريك الطريق وايش في من سيارات جايه. واو، يعني هنا في شاشه امام كل راكب شاشه علشان يعني يكون امن، يوريك كمان مسافه بين كل سياره والسياره اللي هو راكب فيها وين بيمشي يمين او يسار. احنا الان نستفسر من الشخص اللي معنا، الاستاذ معنا، نساله ما هي وظيفته في هذه السياره. شيفو نيها تشو مو سيان وين يسار ان شو يوان ني من يو شو ما كونزو زي تشو لي و من يو شو بو تشو لا ان شو ان شو ان شو شو لا ني من اي بان كوان جو شو ما سين سي و من كوان جو جو شو لا من بوغ تاي سي تون شو بو دنغ فان بو ميان ده ان شو ان شو ان شو 如果这个车遇到什么那个意外的紧急情况，你们怎么做？遇到意外情况下，我们脚下会有刹车。哦哈。طبعا هذا أول مرة أركب سيارة ذاتية القيادة، شعور عجيب. طبعا عاد أنا في نفسي خايف شوية، يعني أول مرة سكان يعني بيلف من نفسه ويتحرك من نفسه ما بيشبه على أحد، فشعور عجيب. إحنا الآن انطلقنا في الشارع. بنشوف هل هي فعلا سيارة دقيقة في هذا الشيء ولا لا؟ كيف هي في الجولات؟ كيف هي عندما يقطع الناس؟ عندما تقطع سيارة عليها أو تمشي من جانبها؟ ما هي الأشياء التي ممكن نحصلها في الطريق؟ وكيف حتتعامل مع السيارة ذاتية القيادة يعني؟ أخيرا ما في سواق. شعور جميل وشعور جميل في نفس الوقت، هكذا في توتر شوية لأن هي تجربة جديدة. إحنا الآن نتركزهم في الشارع. عندي هنا طبعا شاشه بيظهر فيها كل شيء، السيارات هذه في الجانبين، الناس، هذه الاشياء كلها عادي يعني تخليك تطمئن شويه. فاتمنى انها تكون تجربه جميله.